بكير عليا يا خيي. العربي بكير عليا. عاملها الزلمه بالغنيه. شو عاملها؟ ما انت شو بدك بالزلمه يا خيي؟ شو بدك بالزلمه؟ لو بكير ما كان عاملها. هاي الشغلة حبيبي شارع ليه بشارع له خيي؟ بأمرك اللي معك حق. لا لا يا خيي لا صوت اللي بعده حي اشتاق لإيديك بتركني لحالي أنا يا نحكي سهران يا صوت اللي بعده حي اشتاق بلا طعنة خلينا هيك قلبي وشو بدي قلو تعبان وشو بعملو ما عندي دواء بس هيك بس هيك انت اللي كنتي فيه بعدك كيف بداوي صوته مشروح بيندهلك بديله عذرني يعني عذرني كيف بتداوي صوته مشروح عليك رديله الروح بدها رفيان هيدي ضح افلتها افلتها على الايقاع روحت لا هاي المرة الوحيدة كانت سيف فيها بس غبي شو؟ أصلاً عايز أخذها بزرعة أخذها بزرعة أخذها بزرعة شوف طلع هلا قلبي وشو بدي حبيت صراحة ما بيأثر لا بلا بيأثر كيف ما بيأثر أنا اللي بيأثر يا أخي ما فيك جاوبني جواب بي يا أخي لا مش إنه ما بيأثر علي أنا لا إنه ما بيأثر سبق إنه أوكي ما كنت موفق بهذا يعني أقول لك شو المشكلة عندك يا لما ناخذها كثير بخدها أوفنسيف يعني لا قال لي كل شيء ما كان في كنترول مروان مفايلك مغنيك مفايلك هيدي الغنية ما بدها قوة يا أخي بدها نعومة مثل ما كان عم بيغني عباس يعني حتى لو تغيرها هيك يا أخي وأنا غلطان وبدك إيه طلع منك جفصه يا مروان ما لو بده يحط اوركسترا كان حط اوركسترا بقى الغني خليك قلبي مش عم بقول اول شيء شو بدي قل خلي نص صوتك خي قلبي وشو بدي بتغني بالنعومه بيانو يعني بيانيسيمو ايه انت كل وقت جفاصه بالمغنى وما في كنترول وقت تغني في بيانو على واحد عم بدق انسترومنت واحد عم بدق معك وانت عم تغني بهالفلتين رح حس شو ما عم بتغني برات الاطار يعني مثل انفصام كمان يعني بيانو كتير ناعم وواحد عم بيعيط مش راكبه مظبوط بده يكون في غنيت حلو الى حد ما بالمقاطع الفورتي بس بالبيانيسيمو كان في مغنز يكون ادفى قفله في كذا قفله انت نقص مش عارف تقيلها عملها على طريقتك بس هي ناقصه والقفله حتى الصرخه تبعك اوكي انت عم بتمثل برافو بس هي اقصر من الفينال المفروض تخلص مع الاوركسترا هي طويله ايه دو هي شو بدو بس انا بدي اخذها وكذا يعني انا انا اوكي بس عم اقول لك انه اذا بدك تغني مثله حرفيا في قصص عملها غلط في تحت قرار مش قايله انا في قصص مش قايله مروان مش قايله بس انا ضد انه تغني مثله صراحه يعني هو اسمه وائل كفوري انت اسمك مروان شو العائله يوسف يوسف يعني هذا الفرق وهذا الفرق شاسع يعني انه واحد يكون عنده كاركتر بالمغنى
هو عنده كاركتر انت عندك نسيم عنده كاركتر عندك انا اسمي هادي شارع عندي كاركتر سئيل مهضوم بس كل واحد عنده الله عطيه شيء خي حلو او مش حلو بس موجود هذا الفلاتين بالصوت وهذا هيك صوتك الجهوري حلو بالاغاني المقاطع اللي فيها باور هون هالمقطع بده بيانيسو بده مغنى ادفى كنت فلتين شوي بس يمكن اللون الرومانسي هالقد ما بيلبق لك ما بعرف مع انه انت غنيت قصص طربيه هي غنيه شوي صعبه منها هيني فيها كثير انترفالات وكنت عم تمثل يمكن تمثيل اخذك شوي اكثر من المغنى طيب نحن اللي عم نقوله هلا مروان انت لما فوتي بجدل يعني البيزنطي بسموه ما بنخلص منه نحن بنشوف قصص غير ما انت بتشوفها